في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي حسن الحظ في شبه اجماع ما بين البشر على اننا لازم نحترم الاخرين افرادا وشعوبا مهما كانت اختلافاتهم الثقافيه والدينيه والجنسيه واللغويه وغيرها، لان كل شخص في هذا العالم يستحق الاحترام والمساواه والكرامه الانسانيه بما في ذلك التعبير عن رايه وقناعاته بمنتهى الحريه، لان البشريه رقمت تجارب خلال القرون خلال الاف السنين في الحقيقه على ان الاحترام المتبادل هو اللي بيساعد الناس على ان هي تتعايش بشكل سلمي وكمان تستفيد من بعضها وتتبادل الخبرات وبيوسع افق الناس. في الحقيقه انا سمعت كتير من رجال الدين برضو ان هم بيحاولوا يقولوا ان الاديان بتامر بكده. في الاسلام مثلا، وده الدين اللي انا بحب اتكلم عنه دايما لان هو ده دين اغلب اللي بيفهموا اللغه اللي انا بتكلم بيها اللي هي اللغه العربيه، وكمان ده ايضا دين كنت بعتنقه قبل كده وعشت وعارف كل حاجة عنه، فده دايما بحب اتكلم عنه هو بالتحديد، وعارف ان تأثيري انا لو اتكلمت عن الدين ده بالذات هيبقى قوي، عشان كده هتكلم عن وجهة نظر الاسلام في النقطة دي تحديدا. هل الاسلام مع هذا الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ام لا؟ قبل ما تتسرع عزيزي المسلم وتقول لي لا طبعا مع التعايش، انا عايز اقرأ عليك الاية دي: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجاسه، المشركين نجاسه. هل هذه الايه بتحترم الاخرين ولا بتشيطنهم؟ في الحقيقه لا، بتشيطن الاخرين بدل الاحترام الشيطنه، وشيطنه الناس جريمه ضد الانسانيه، لان لما تشيطن البشر تحولهم الى صراصير يمكن دهسها، بتفتح الباب لكل انواع الشر والارهاب والاجرام بحق الاخر. نجس، نكسين، ناس نكسه، تخيل. ايوه اللفظه دي موجوده فعلا في القران، في هذا الكتاب اللي هو المفروض يكون عظيم، المفروض ان هو يكون عظيم. كيف الاله اصلا ان يستسيغ ان يطلق هذه اللفظه على البشر؟ لكن احنا لو قرانا القران وحللناه هنلاقي دي نظرته للكفار عموما، وهو اسهب في تفاصيل كتير جدا ازاي نتعامل مع هؤلاء الناس النكسه. بيقول لنا مثلا ما نتجوزش منهم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والمشركين ده لفظ القرآن بيطلقوا على الوثنيين، وأحيانا بيطلقوا على الوثنيين وغير الوثنيين، كل اللي غير مؤمنين بمحمد حتى اليهود والنصارى. وبيقول لنا على الناس دي إنها شر البرية. يعني مثلا في سورة البينة بيقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وإزاي بقى يا قرآن نتعامل مع شر البرية دول؟ الإجابة نقتلهم كلهم. إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تخيلوا، أنا عايز أشوف وش الدعاء دلوقتي اللي بيتكلموا على إن الإسلام دين التعايش. ده الإسلام بيدمر الأسرة نفسها إذا كان فيها حد مختلف معاه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. لو قرأنا القرآن هنطلع بنتيجة إن ده كتاب في الشيطنة، شيطنة الآخر. ولما القرآن يكلمنا مرارا وتكرارا عن العذاب اللي هيشوفوه الناس دي في الآخرة، ده برضو دي شيطنة، لأن ده بيجرأ قلوب أتباع هذا الدين على الآخر وبيستبيحه. ما عادش بقى أخوه الإنسان اللي هو المفروض يحبه، لا، ده ربنا نفسه اللي هو رحيم قوي هيضطر مع رحمته الشديدة دي ان هو يحرقه في النار للأبد ويعذبه أبشع أنواع العذاب اللي هي لا تخطر ببال ولا في الخيال. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هيشرب صديد وغسلين وياكل زقوم وحاجات بشعة جدا جدا. لما يكون إنسان عنده قناعة ان في ناس تستحق كده، أكيد الناس دي شياطين. أنا عارف ان في ناس هتفضل تبرأ الإسلام والأديان عموما من خطاب الكراهية، وهم بيفكروا ان هم لما يعملوا كده هيساعدوا المجتمعات ان هي تترقى وتتطور، لكن للاسف الشديد من وجهه نظري انا ان المجتمعات الاسلاميه تحديدا عمرها ما هتتطور ولا هتترقى ولا هتتغلب على مشاكل الكراهيه والارهاب الا اذا تخلصت من هذا الدين. لازم نقول الدين ده بقى كفايه علشان نعيش وعلشان خاطر نحب العالم وعلشان خاطر الناس تحبنا.